السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت بخير عليكم، كلشي مزيان، الاحوال ما كيمشيوش والحمد لله. نتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير، وكنت انا بخير وعلى خير، والله يرحم الوالدين. الخوت ان شاء الله اليوم الاربعاء باذن الله 30/11/2022، غدا ان شاء الله واحد الله شهر 12، يعني البداله نقدروا هنا دابا هنا فين كنهضروا نقدروا نقولوا البداله راه سالات. دابا بدينا فواحد المرحله ديال الصفيه باش نزيد نبين الاخوان، وسمحوا لي الخوت راه كيف قلنا ما كنعطيش الموعظه على حساب كل واحد على حساب شنو عنده. كاين اللي يشد لك بنانه يقول لك هذه تفاحه، واللي عقلو قال لي تفاحه، ما كاين في كاين المشكل، كاينش المشكل، عقلو هذا قال لي تفاحه. اللي بغينا نبينو الخوت صفيه، ما هي الصفيه؟ الصفيه هي ان الحمام تيخرج من البداله الجسديه كيدخل في واحد البداله اللي هي البداله الروحيه. ما هي البداله الروحيه؟ ان الحمامه كتبدل، نقدروا نقولوا واخا داكشي الله عز وجل اللي كيعلم عليها من الداخل ديالها، الروحيه يعني من الداخل ديالها كتشتت دوك الهرمونات، بزاف ديال الحوايج كيتغيروا فيها في الشكل ديالها داخل باذن الله. والدليل على ذلك الخوت، الدليل على ذلك هو واحد الريش، واحد الريشه اي وقت كيطيح من الحمام، ماشي انه بدال، هذيك هي الصفيه. اجي بنيتي، اجي لهنا، هانت اريا داك الهاتف، هانا الخوت، شوفوا مزيان، شوفوا لي شنو غادي يبان لكم. انا غنزومي لكم وشوفوا هنا شنو غادي يبان لكم، شنو غادي يبان لكم هنايا. عرفتي هذاك الرويشات، سير جيب لي شي ثلاثه د الريشات راهما يا بنيتي. شوف شوف سير 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 سير، شوفي بلاتي، شوفي شوفي ثلاثه د الريشات راهم وحده حدا وحده. هاد لا لا كحزي لا تجيك، كحزي لا تجي، زيد 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 هاديك واللي حداها ما تعنفجيهمش، واللي حداها ها جيبي لي هادوك ابنيتي ها بشويه هاك خليهم ما تعنفجيهمش صافي زيد. ها الخوت واحد الريش، هاد الريش الخوت ها هو يا ها هو، غير باش هادي معلومه الخوت، والله اعلم راه كاين المولوع تلقى مولوع قديم وما كيعرفش وما ماشي ما كيعرفش وما عرفش هذه القضيه. هذه تصفيه الروح الخوت، ها شنو كيدخل فيها الحمام كيلو حد يدير بحال القطن. هذه ملي كنساليو البداله، ملي كنساليو البداله هذه كتسمى الحمام كيبدا في الداخل في التوجاد، متفقين الخوت؟ داخل في التوجاد، يعني هاد الرويشات ندير شي تصويره، هاد الرويشات هادو دايرين بحال القطن، هو اللي هما اللي كيلوح الحمام صافي. بركه بركه، هو اللي كيلوح الحمام في الاخر المطاف ان شاء الله. يعني الحمام راه صافي سالا البداله، حنا سالا البداله، ولاني راه داخل في التصفيه، هي هذه التصفيه الخوت. التصفيه كيبدا يلوح منو هاد الريش هذا داير بحال القطن، صافي فهمنا هاد الموضوع. هذا ما كان غير نتوما الا شفتو ليه، حنا هادو ما غادي نلوحوهم. البلاصه فين كيتجمع ليا فيها الريش ها نتوما الخوت، هذا راه ماشي بداله، هي شفتوها ها هو السطح تقريبا، ها هو فيه كامل هاد الشيء هذا، شتو ها هو فيه هنا بلاصه ديال الماء، هو كامل فيه هاد الشيء هذا، داير بحال الصوفه. هذا مكان كاين اللي غيتقبل، كاين اللي غادي يتقبل الفكره، كاين اللي ما غاديش. خلي شي الزوم، خلي شي الزوم حيدته، اسمحوا لي الخوت كنخلي الزوم، راني شرفت. كيف قلنا الخوت كاين اللي يتقبل الفكره، كاين اللي ما غاديش يتقبلها، وهي راه حاجه عاديه، يعني كل واحد كيعطي المعلومات ديالو، كاين اللي غادي يقول كله وشنو غادي يقول عليه، كاين اللي كيقول عليه راه ما فاهمش مسكين راه كيخربق. كاين اللي غادي يتقبل الفكره واحد الروح رياضيه، يعني كيكون حتى هو يقول عنده الحق، هذه كلها على حساب العقل. سالت الحفله، كيف قلنا الخوت ان شاء الله غادي نخرجوا الحميمه، ترى يديك ابنيتي جري 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 هكاك. كيف قلنا الخوت نخرجوا الحميمات كيف العاده، راه كيف قلنا ما كيطيحش الحمام، ما كيطيحش الحمام، غياكل في الكولوار ديالو ان شاء الله، ونخلطوا ليه الدواء. يعني حتى اليوم راه 4 ايام باذن الله، اليوم الاربعاء 4 ايام على ما اظن، والله اعلم، انا قلت الله اعلم، بحال لا شك 4 ايام ولا 5 ايام، اليوم 4 ايام يمكن ديال الدواء، البارح 3 ايام، اليوم 4 ايام، غنرجع لك. بديتي نهار الحد. ياك؟ متأكدة؟ بديت الحد، الحد 2 3 4 تماما، اليوم نهار، اليوم 4 ايام الخوت، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. كيف قلنا الخوت الماكلة عادية، الماكلة اللي كنعطيوهم هي ديك الماكلة اللي كنا خدينا، فيها 4 د الحبوب وشي شوية ديال بوزغيبة، ها هي، هادي هي الأكل. يعني اكل عادي. اجي نقدموا للحميمات الاكل كيف العاده، وقبلوا علينا الله يرحم لكم الوالدين، اللي قدموا لهم الاكل مع التصفر. الحمام راه مكارمي دابا في الشجنه الخوت، راه ما شوفوا طلعوا عليه الحمام راه كارم في الشجنه،
ان شاء الله. غادي نخرج ان شاء الله الوليدات، غادي نطلق انت وياكلو هما الاولين. علاش؟ باش ياكلو الوليدات غنخرج الشوكي والدفلي، نخرجهم يفرفروا شويه ان شاء الله باذن الله. والله المستعان. هذا لأول مرة غادي نخدم به كيف العادة، اللي ما جابنيش من قبل شنو درت معلقة وحدة بجوج لتر د الماء. تقسم ثلاثة الناس، قسمنا حنا ثلاثة الناس الخوت ثلاثة، كديرو معلقة هي هادي مع عامغاش، هاهي معلقة، وكنزدو البرودوي ديالنا. من ناحيه الخوط، الرقم اللي حطيت لكم ديال اخ اسامه راه ديال الواتساب، راه على ما كنظن، على ما كنظن ما فيش المكالمه ديال الواتساب، هذا ديال الواتساب، يعني دخل غير قول لي اوديو راه غادي يجاوبك ان شاء الله. غصبك الصبر جميل. انا الخوط وكيف العاده، انتما الخطره ماشي مشكل، هادشي ديال الفم هذا، هذا راه كله غادي يفزق بالماء وغادي يهود لتحت، ما كاينش المشكل. ها انتم اش هنا راه تشوف حنا غادي نخوي اميها. خليكم معنا، خليكم معنا. وكيف العاده الخوت، الميه ديالهم اللي نغزت لهم شويه ديال الماء هنا، هنا غادي درت لهم شويه ديال الماء مع تريكو سيكونت ان شاء الله، نعطيهم يشربوا باذن الله. خصهم يبداو يسمعوا بزاف هاد الكلمه هادي ديال دخل دخل، يسمعوا بزاف باش يعرفوا شنو كاين. دخل 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 دخل، هذا هو الدريساج الخوت. هاد الحمام عاوتاني فوقيته ديال المطلق راه كيمسخ، كاين الحمامه اللي كتكون مولفاتها وتفوق يديك وتجي تكون كتجي لعندك، ولكن في المطلق الخوت راه كتكون قضيه صعيبه.
كتكون خايفه من الطير، بزاف ديال العوامل الطبيعيه والعوامل الجويه والعوامل البشريه. البشريه الله يرحم لك الوالدين، والعوامل البشريه هما دوك الصياده اللي كيضربوا، ماشي الصياده دوك اللي كيضربوا الحمام بالقطيب الله يهديهم. يعني الحمام كيجي مخلوع مسكين، يعني واخا تجي ما تبغيش كاع تهبط لك. فوالا اونتري 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 اونتري. ها ولله الحمد دابا شني بغاتها مكا ناديين البوي برا صوبتو راه ولا كيمشي ويجي فيه خير الحمد لله. الباب راه ولا كيتحل ويزيد. دابا ان شاء الله الخوت غادي نخرج الذكوره غير الكولوار والشنيبرات الشوكي والدفلي غادي نخرجهم على برا ان شاء الله نتولعوا فيهم باش يولفوا باش يولفوا ان شاء الله. الا بغا غادي نتولعوا الخوت عاود في الدوكور من بعد ما غادي نخرجوا حتى نوكلوا الدوكور غادي نخرجوا الشنيبرات نخرجوا الشنيبرات هما الاولين على ما كنظن. لا 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 الدكور هما الاولين عاد شنيبرات باش شنيبرات يبقاو باش زعما قلت تبقى مرتاح مع الاخر فاش تسالي من الدكور تبقى مرتاح مع هاد الشنابر. الباب طاح فايتي عليه انت قلت يلا خير صوبته والله الا فايت على الباب الخوتها قوس على انا ما قويس ساعات مع الباب شوفوا شوف شوف الباب هو طاح. يلا قلت لكم صوبت الباب عاد دابا والله الا عاد قلتها يلا سبحان الله ها قلتها هو الباب خسر ما علينا خرجوا الدوكو سيروا خرجوهم بالنسبه للذكوره غيرت لهم ما غاديش يطيروا لان كيف قلت لكم ما حد كنعطيهم انا تريكوموند ما بغيتش نطلقهم انا ما بغيتش نطلقهم قال لي راسي ما تطلقهمش بنتي تغبرات مسكينه هذا ما كان انتم تشوفوا الخوت بالنسبه للذكوره ما تيحنجروا خليهم حتى ياكلوا حطوا لهم الدواء ديالهم هاد الشنيبرات هادو ان شاء الله ها هما هاد الشنيبرات غادي نخرجوهم وتحيه لخويا هشام قاش ابو رباب على هذا الكادو عجبني تي المكتب حنا غادي نخرجوا الشنيبرات نخليهم هنايا هكا نتولعوا فيهم. اها بنتي بغات تولع بغات تولع الشنيبرات ها الشنيبرات الخوت ها ذكرت الحنقوره اما غادي يطلعوا الفوق 100% غادي يطلعوا الفوق ها انتوما يبداو يفرفروا ها اللي قلنا حيت هما ديجا طلعوا كانوا ديجا طلعوا مع الشميسه ان شاء الله واليوم الاربعاء غدا الخميس غدا الخميس الجمعه يعني نهار السبت راه غادي يبدا الفاكسين ان شاء الله نهار السبت الجمعيه السلويه اللي غادي يلعب مع الجمعيه السلويه ان شاء الله نهار السبت غادي يبدا الفاكسين كونتر الباراميكسي فيروس باذن الله ونتمناو الخير والتيسير والله ما يسير هذا ما كان راه معنا لاله فاطمه الزهراء هي اللي شدات لنا الهاتف اليوم ما قارياش هاد العشيه يمكن ما قارياش ويا مسك ها تا غدا ما قاريش لا علاش ها هو الشوكي طار الخوت ها هو الدفلي الدفلي مخيف جناحو بالليا والشوكي ها هو ها هو الشوكي وهاد الدفلي انتم ردوا البال التفرفير ديال الدفلي كي داير شو شوف طير غبزز طير غبزز الدفلي الشوكي لا الشوكي بان ليا شكل الشوكي بان ليا خفيف شويه ويقدروا يطيروا الخوت الله اعلم انتم ها انتم كيف كتلاحظوا ها هو الشوكي كيحنقز بحال تقول باغي يطير بحال تقول باغي يطير هو باغي يطير نيت ان شاء الله باغي يطير نتمنوا انه ما يضيعوش هانا الخوت الشوكي كيطير بزاف لانه خفيف على الدفلي الدفلي راه شويه مدندن ثقيل يعني اللحم هز تبارك الله اللحم والله ما يسير ولا تعسر يا ربي امين ها هو تبع الطوبي كيف لاحظتوا الشوكي كيمشي ويجي بالنسبه للدفلي امبوانتي في بلاصتو الذكوره راه كياكلوا كيف قلنا لداخل انا الخوت شوف شوف لك ديما واحد الجبنه
استاذ راه لعب الماتش ما غاديش يجلسوا. استاذ راه لعب الماتش ما غنجلسوش. وديك الساعه تيقول لهم ونقراو الحصه ديال العشاء نقراوها في الصباح. هاك كلشي باغي يلعب الماتش. لا باغي نتفرج. هاك كيف كتلاحظوا الخوت؟ نخليو دابا شنو بغات نشوفوا رد الفعل ديالهم. ها انتوما شوكي هو باغي يدخل. انا الخوت الشوكي هو طلع دابا كيف قلنا راه ولا في بدا يطلع ويهبط غادي يطير ان شاء الله غادي يضرب شي دوره. خوت الدفلي هو بوانتي ما محركش كاع. يلا نتسناو دابا نشوفوا رد الفعل ديالهم. عطيو الذكور يشربوا وخليكم معنا الله يرحم لكم الوالدين. الخوت كيف كتلاحظوا شنو بغات هما هادو. بالنسبه للدفلي الخوت ما عجبنيش الدفلي 100% مريض بان ليا مرخي وحتى الطيران ديالو مرخي وبان ليا مريض الدفلي 100% الدفلي مريض والله اعلم. انا هادشي اللي تنقول ليه انا فاش شوف شوف كي داير الخوت انا نزومي لكم الدفلي مريض 100% مغبون الدفلي مريض 100% ان شاء الله تبا نشوف شنو غندير ليه باذن الله. الذكوره راه حطيت لهم المويه ديالهم راه كلاو ولله الحمد ما غاديش يخرجوا راه كملوا الماكله كامله ما خلاو حتى شي حاجه الخوت. غندخلهم ان شاء الله وباقي لينا يمكن غدا هو اخر نهار ديال التريكومونوز ان شاء الله وعاد غادي نشوف اليوم الاونتروباك. واخا الاونتروباك راه باقي ما خديتوش الخوت الاونتروباك باقي ما خديتوش يعني خصني نعطيهم الاونتروباك والسيدوكول البكتيريا النافعه والسيدوكول نقدر الله اعلم غدا نعطيهم مثلا السيدوكول وبعدو نعطيهم الاونتروباك. الاونتروباك اللي نعطيهم غا اصطناعي يعني ماشي الاونتروباك ديال ماشي الاونتروباك ديال 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 الحمام غنعطيهم الاونتروباك ديال بنادم شويه كي هو جا شتو الخوت. الاخر شكيت فيه مرخي بان ليا مرخي 100% تنقول 100% مريض لان راه باينه عرفتي الشنبور ما كيتحركش كان النهار الاول كيفرفر ويحنقز دابا كيطير بلاصه وحده كيبقى في بلاصتو. الشوكي لا الشوكي تبارك الله كيمشي ويجي محرك ونتمناو الخير نتمناو انهم ما يمرضوش وصافي بما نفاكسيوهم بعدا. هاجي يا بنيه هاجي فاطمه الزهراء يا فاطمه الزهراء معنا ها هي جايه زيدي يا بنيتي زيدي. كيف قلنا الخوت بالنسبه للبرودوي حيت حمل واحد اجي قربي حدايا بنيتي غير اجي قربي حدايا الطير يمكن 100% الطير نشوف الطير يمكن نشوف الخوت يمكن الطير هاهو والله حتى الشاهين الخوت راهو 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 الخوت الشاهين هاهو شتي شتي هاهو هاهو الخوت الشاهين والله العظيم والله الا دير ربي سواه حتى الشاهين او تبعها او تبعها تبعها والله حتى تبعها خوت الشاهين الشاهين شتو شتو واش تصورت هاد اللقطه ولا لا والله العظيم الا الشاهين انا حلفت بالله هاهو هاهو اجي بنيتي اجي 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 لهنا اجي شوف هاد الفرخه داك الطير هاهو شتي داك النسر هذاك شد طلع طلع الفوق واش يدير لا ما كيبانش معاه بعيد ما غيبان هنا كان شي حاجه قريبه ها هو الخوت ها واش ديتو واش ديتو ها واش ديتو الخوت صافي دابا كيبان والله العظيم الا الشاهين الخوت قسما بالله حتى الشاهين والله العظيم الا الشاهين راه هو الشاهين ما علينا حنا ما طالقينش الحمام شاشو الشوكي كي داير منه مسكين. كيف قلنا شحال من واحد هضر لي على البرودويات الخوت هاك كيف شدي بنيتي شحال من واحد هضر لي على البرودويات شحال من واحد قال لك باغي الطبيعي باغي باش يطريطي قال لي باغي باش يطريطي شي حاجه تكون رخيصه طبيعيه وباغي باش يصيفط الحمام شي حاجه رخيصه طبيعيه الخوت. سمحوا لي سمحوا لي غير واحد القضيه بالنسبه كيقول لك منين الطبيعي كيخدم في وقيته ديال التفراخ لا باز ملي كنكونوا مثلا كنفرخوا الوليدات كندير لهم الثومه الحلبه سكنجبير البزار القرنفل غادي يغليهم غاعطيهم غاعطيهم هذاك هو الطبيعي الخضره في الماكله
هذاك هو الطبيعي، يعني شي حاجه طبيعيه كنعطيو الحمام ديال لاباز ديال الطفران. اما ملي كنوصلوا لهذا فهمتيني، حنا العداعه كيتمشاو بلي بروتين، هذوك الميسكيلاسيون كياخذوا الحك ديال البروتين، عارفينه ولا ما عارفينهش؟ علاش ما داروش هما الطبيعي؟ البروتين زعما ما كاينش حتى في الجلبانه، ما كاين زعما حتى شي حاجه. شي واحد تيسوني 51 في الاول. صافي خليه، كيف قلنا الخوت، الخوت السلام عليكم ورحمه الله، الخوت الله يجزي عليكم، اللي بغى يصوني عليه يصوني عليا في النمره الاخرى، هذه اللي كتشوفوا هنا على الشاشه، هذه هنايا، هذه هي اللي ديال الصونيط الله يجزي عليكم. بالنسبه للرقم الاخر، هذا الرقم اللي كتصونيو فيه ديال 0697 راه غير ديال التسجيل، كتسجل فيه هادشي اللي كاين. كيف قلنا الخوت راه الا ما كانش هادشي هذا راه ما كاين لا ما كاين والو، كذب عليك كذاب. راه شحال من واحد كيقول لك هاد طق طق وكتلقى كيخدم بهادو، كنقولها لكم ما علينا. الخوت انا اللي خادين هو هذا قاسمينو، حنا ثلاثه الناس اللي عندي، خدينا فونجي قاسمينو مقسوم حتى هو، هذا ما مقسومش اورني ديتي، هذا راه خديته ب 3600 درهم باش خديته، 3000 من عند خير الاخ اسامه. بالنسبه للرقم اللي عطيتكم البارح ديال الاخ اسامه راه ديال الواتساب، صيفط لي اوديو راه غادي يجاوب، كراسبر غادي يجاوب. هاد الاورني ديتي هذا، هذا الكابليسكا اللي عندي خديناه هو باقي جديد، كابليسكا ديال بروتين انيمال، وخدينا السيدوكول هذا، هذا ديال بلجيكا دوار، هاد السيدوكول هذا، وهذا هذا خديته غادي نرجعو، هذا هاد الايزنكالو، هاد الايزنكالو هذا كله عشوب، هذا صعيب الحمام مكيبغوش ياكلو، هذا صعيب على الحمام ما تيبغوش ياكلو، هذا كيطيح تريكومونوز، هذا غادي نرجعو ما غاديش نخدمو، ما غاديش نخدمو. هادشي اللي كاين. غير اللي بغيت نقول لكم الخوت راه ضروري من لي برودوي، راه كذب عليكم. غادي ناخذ هادي الخوت راه باقي ما خديتهاش، هادي غادي ناخذها باقي ما خديتهاش، وباقي ليا الاونتروباك، باقي ليا الاونتروباك، باقي ليا فيتامين، باقي ليا واحد اللعيبه دومونديتو من عند الاخ صلاح الدين امشط، باقي ليا بزاف ديال الحوايج اللي باقيين. يلا الخوت ما نزيدش نطول، شنو بغات راه خليناهم يحنقزوا الفوق، نحطو هادو نمشيو نحطوهم ونتمناو الخير. وتاع الاونتروباك الخوت هو هذا الاونتروباك، شوف ها هو الاونتروباك ديال البكتيريا النافعه، هذاك وكان عندي هذاك ونعطيته لهم غدا، نهار الجمعه، نهار الجمعه نعطيه لهم، ساعة باقي ما عنديش هذا خاوي هذا. يلا الخوت خليكم معنا، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. بل الوليدات الخوت هما كيف قلنا الدفلي راه ما عجبنيش الدفلي، هما هادو انا غنخرب حتى عندهم هما الدفلي، راه ما عجبنيش بحال مريض، الله اعلم، نتمنوا انه ما يكونش مريض، حيت بان ليا مرخي، نخليهم هنا يتشمشوا. الذكوره كيف قلنا راه ما كلاو، نقدروا نزيدوا نخلطوا لهم هاد ديالهم ان شاء الله. الطيران راه ما كاين لا طيران لا والو، وان شاء الله الخوت في القريب العاجل، في القريب العاجل باذن الله ان شاء الله الا كتاب، حنا راه غادي نصبغوا هاد السطيح الخوت، هاد السطيح غادي تصبغ ان شاء الله، كيف كنقولوا السطيح غادي تصبغ، غادي نطوي نهار السبت باذن الله الا بقينا في الحياه، السطيح غادي تصبغ. كاين بزاف ديال الامور خاصني نديروها قبل من 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 السباقات، ولا قبل كاع من لونطريمون، هادشي اللي كاين قبل من السباقات وقبل من لونطريمون، بزاف ديال الحوايج خصهم يداروا، وان شاء الله ابتداء من الاسبوع المقبل باذن الله، ابتداء من الاسبوع الحميمات غنبداو كيهيجوا. خليكم معنا، قلبوا الكاميرا وانا معكم، الله يرحم لكم الوالدين، وقولوها ليا تانتوما الله يرحم لكم الوالدين. شوفوا دوك جوج كره راهم اللي ملي واحد تبع واحد وكيهيجوا، هنا هذه التصفيه ديال الروح على الخوت اللي قلت لكم، هنا الحمام من الداخل كيبدا يترجل بالعربيه، اللي هي نتوى كتولي امراه، اللي هي نتوى كتولي امراه من الداخل، واللي هو ذكر بحال كيوجدوا، اللي هو ذكر كيترجل كيبدا يهيج، كيبغي يبين الذكوره ديالو، تيبغي يبين باني راني واعر وانا المسيطر، ها هو واحد هو هنا الشيء. يلا بدا كيقول قرطان قرطان، باقي ما كيعرفش حتى يهضر، ها كيتمتم، شوف ها هو فوق فوق هذا، ها كيتمتم مسكين، باقي كاع ما تيعرفش يقول، يلاه بادي. كيف قلت لكم هذه هي اللحظات، هنا بينت لكم ديك الصوفه اللي كيلوح الحمام، غير باش يكون بنادم عارف المولوع، يكون عارف شنو كاين. ها الشوكي كيهيج، ها الشوكي الخوت ديال تيفلت راه هو كيهيج، شتو هذاك الشوكي راه كان عند بالهم نتوا، انا شتو قلت لهم ذكر الشوكي راه هو تيهيج هو، ها ما الطبيبيه الطبيب بدا كيقرطن قرطن، يعني كيبغيو يبينوا هنا، كيبغيو يبينوا راني راجل، راني قاد، ها انا الخوت.
يعني هنا ما غاتجي فين توصل الشهر جوج حتى تلقاهم كاملين بحال دابا السحميره باقي ما كيقول مسكين والو باقي دروج ولد دارهم السحيميره ولي ليه راه ولد دارهم باقي ما كيقول حتى شي حاجه هو باين عليه دكا وانما ما توشي فين توصل الشهر جوج كتلقاهم صفاو من الداخل صافي ترجلوا هذيك الساعه راه تشوف كل الهياجه والله ما بقاو يسكتوا فوق الشجنه هما بداو كيهيجوا ولله الحمد يلا الخوت خليكم معنا تجي البنيات شدنا التليفون انا معكم والله يحفظكم كيف كتلاحظوا الخوت 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 كيف قلنا الحمام راه كلا راه واكل الحمام ومع ذلك هو كيجي لعندي غنجيبو شوف الطريقه باش كياكل بشويه عليه راه ماشي شي واحد من الهوف ماشي شي واحد من الهوف انا الخوت انا الخوت 2019 انا تغيساج هاتوما تغيساج هذا هو التغيساج شنو هذا تغيساج هذا التغيساج خلط 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 وديما ها شوف الخوت ديما ها احمق احمق مع الحمام ما كاينش مشكل ما ما شافك حد ها انت المخطي الصاحي ما كيشوفني حتى واحد الله اكبر الخوت أشهد أن لا إله إلا الله ما تقطعيش الأذى لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك ولا الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له كيف لاحظتوا الخوت اذان صلاه العصر دابا راه باقي الموضين ان شاء الله نمشي نهبط نصلي باذن الله الى كتاب المهم غادي نزيدوا من المهم وخليكم معنا تحيه كبيره لخويا جهاد وصابرينا كيف العاده الناس العزاز وكلكم عزاز الخوت وتحيه لخويا سمير وخويا البشير وتحيه الاستاذ هشام من مراكش وتحيه لجلال مكروم خويا جلال مكروم وخويا فتاح مخزومي وما نساوش صابرينا ما نساوش صابرينا راه قلنا صابرينا وخويا عبد الهادي الصحفي خويا عبد الهادي الصحفي ولا الصحفي وخويا ياسين من الرباط المدينه القديمه خويا ياسين الله يحفظك والله المستعان وتحيه كبيره لخويا زهير من بلجيكا شنيبرات راه ما فوق الشجنه كيف كتلاحظوا الخوت شنيبرات فوق الشجنه حنا غادي نبانوا لكم تحيه كيف قلنا لخويا جلال مكروم وخويا فتاح مخزومي كنبان ان شاء
شوف حيت عامنيش وخويا فتاح مخزومي وخويا البشير وخويا سمير وخويا مصطفى الأص وخويا عبد الجبار وكاع الناس اللي كيبغيونا الخوت كاع الناس اللي كيبغيونا تحيه ليهم وتحيه لخويا منير مخلص من مدينه الدار البيضاء. وكيف العاده الخوت دخلوا عندي الواتساب النمره اللي كتشوفوا دابا في الشاشه لتحت هذاك هو الواتساب ديالي والمكالمه ديالي بجوج ان شاء الله باذن الله. واللي باقي طنا ديك القرقاد الجلوله الشاكوش محلول ونتمنوا الخير والتيسير. واللي نسيتو الخوت اسمح لي تحياتي لكم والله يرحم لكم الوالدين والى فيديو قادم بحول الله كيف العاده. وتحيه للناس ديال قنيطره خويا رشيد من قنيطره وخويا تحيه كبيره لخويا العزيز البشير وتحيه لواحد الاخ اللي هو سفيان من لندن من الانجليز دوله الانجليز هي لندن مدينه لندن كيف كنقولوا الامن الوطني المغربي مغربي خدام في الامن الوطني تماك الله يحفظه. داكش كيف قلنا شرف شرف لينا حنا شرف كبير لينا حنا بانك يكون مغربي كنقولها وكنزيد نعاودها انه مغربي استطاع انه يندمج مع دوك الناس وانه يشد واحد البلاصه اللي هي بلاصه اللهم بارك بلاصه مميزه. الله يسهل عليك اخويا سفيان ويحن عليك ويسهل على يسهل على وليداتك ان شاء الله. يلا الخوت فيها الهضره بزاف استسمح ان شاء الله ابتداء من الاسبوع القادم باذن الله بحول الله الى بقى عندنا واحد الطاقة ربي باقي عطينا في الصحة ديالنا واحد الطاقة ان شاء الله عندنا واحد العمل غادي نقوموا به باذن الله ابتداء من الاسبوع الجاي غادي نطلع ان شاء الله للسطح وغادي نقيه مزيان 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 بمعنى الكلمة غادي نسيقو غادي نجفو تينجف غادي نشري ديك كولا فليكس باقي ما جبتهاش غادي ناخذ كولا فليكس ان شاء الله حمراء وغادي نضرب السطح كامل ندوزو ودوك الحيوط الخوت هاد الحيوط اللي مورايا اللي كتشوفو بويض ما غاديش يبقاو بويض الحويطات اللي على برا حتى هما بويض ان شاء الله كنقول لهم غير لا ماشي حمر غير ندير واحد الكولور في شكل احمر صعيبه هادشي اللي كاين. يلا الخوت ما نطولش عليكم وخليكم معنا معنا لاله فاطمه الزهرات هي بغات تعطي الكلمه. تحيه لعمي جهاد وصابرينا وتحيه لعمي سمير وعمي سفيان من لندن وعمي جلال المكرم وعمي فتح مخزومي وتحيه لعمي هشام الاستاذ هشام وتحيه للجميع واللي نسيتو اسمح ليا. تحيه لعمي البشير وتحيه للناس ديال المغرب واللي خارج المغرب يلا والجميع. يلا الخوت ناصر من الناصر من الكويت. يلا الخوت والى فيديو قادم بحول الله. جي بنيتي جي كتعجبها البنيه كتعجبها هادي قالت لك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كتعجبها. يلا الخوت الى فيديو قادم بحول شوف الغبره الغبره حنا راه مولعين وناشطين مع الخوت ومع الحباب مع الخوت والحباب فهموني الخوت مع الخوت والحباب اللي في القلوب ديالهم واحد الذره ديال الرحمه هما اللي مولعين معاهم وغادي ناشطين والحمد لله والشكر لله هذا ما كان. وراه شوف راك غادي تموت انت وانا وفلان وفلان هادي غادي تموت غتموتي ولا لا علاش الله عز وجل كل من عليها حيت الا كنتي كتعامل بالله وبالقران الكريم ربي راه كلام الله راه ماشي لعب القران وقتاش غير باش نبين لك انت انا كنهضر مع دوك اللي باسلي غير باش نبين لشي واحد باسل مثلا القران وقتاش نزل وقتاش كان القران شكون اللي قال لهم هذا سميتو العدس وهذا سميتو العنب وهذا سميتو التمر مذكور في القران انا في خصنا نامنوا بالله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام في كاين الله ماشي في قلوب المؤمنين الله كاين في السماء الله حيت الله عز وجل قال لك ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء حيت شحال من واحد كدير مع سي جوج كيقول لي اين يوجد الله قال لي يوجد الله في قلوب المؤمنين الكفار ما موجودش في راه ربي راه شوف رحمتي عمت كل شيء رحمة ديال الله راه عمت كل شيء. يلا الخوت ما نطولش عليكم والى فيديو قادم بحول الله كيف قالت الكوتكوته والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهده ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.